أسعد الله أوقاتك. مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رجل الأعمال المميز المهندس وائل من نيكست موكاب. أهلا مهندس. أهلا وسهلا. بداية نورتنا ببرنامج، متمنى تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع نيكست موكاب. تسلم وشكرا للاستضافة. أنا اسمي وائل حورية، أنا مهندس كمبيوتر وبشتغل بالإمارات من 2010. بلشنا نيكست موك أب ب 2022 تقريبا بآخر السنة، وأنا مسؤول عن البيزنس ديفلوبمنت في الشركة، ومعي اثنين شركاء، واحد متخصص في بناء البرودكت والثاني مسؤول عن الشيف ديزاين أوفيسر في الشركة. ما شاء الله. مهندس، ممكن تحكينا المزيد عن الخدمات اللي بتقدمها الشركة؟ تمام. نيكست موك أب هي منصة متخصصة في العمل الحر، وتحديدا في تقديم خدمات المصممين من جميع أنحاء العالم، إدارة هؤلاء المصممين من خلال خبراء ومتخصصين من شركة نيكست موك أب، وإدارة المشاريع، الالتزام بالوقت، وتسهيل عملية التواصل مع بين المصمم وبين الكاستمر. مهندس، في مجال الخدمات الرقمية في منافسة شديدة في دولة الإمارات، كيف تميزت نيكست موك أب عن بقية الشركات؟ تمام. هلأ هي نقطة البداية كانت لما نحن فعلا لاحظنا في بعض الصعوبات بين التعامل في الشركات اللي ما عندها فول تايم ديزاينرز، فهي بحاجة انه تتعامل بشكل بارت تايم او انه تجيب مصممين من خلال منصات العمل الحر. هلا هذا الموضوع بترتب عليه احيانا صعوبات كثيره في عمليه التواصل، في عمليه فهم متطلبات المشروع، في وقت تسليم المشروع. فنيكست موك أب كان الجاب اللي بتغطيه بهذا الموضوع هو انه عنده خبراء متخصصين في اداره المشروع والالتزام بتسليمه في الوقت المناسب، وفهم متطلبات الزبون والتركيز على الكاستمر يعني بشكل أساسي. رائع جدا. طب لو حبينا ننتقل للمستقبل، يا ترى شو مخبي للمستقبل وشو رؤيتك المستقبلية نيكست موك أب؟ تمام. والله نحن بدأنا في الإمارات والحمد لله، يعني حاليا عندنا أكثر من 10 مشاريع عم نشتغل عليها، وبعض المشاريع كمان من السعودية. طبعا نحن الهدف المايلستون القادمة إن شاء الله أنه نحن نتوسع في منطقة الخليج، وبعدين كمان في المينا ريجن، يعني نبقى نحن في منطقة المينا إن شاء الله، ولكن نتوسع حسب المايلستونز بإذن الله. إن شاء الله أتمنى لكم دائما التوفيق وتوصل للعالمية. تسلم يا رب. مهندس، من خلال خبرتك الطويلة في دولة الإمارات وخبرتك في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام أو طموح يأسس عمل خاص في الإمارات؟ تمام. هلا أول شيء لازم يعمل ماركت ريسيرش بشكل مناسب، يبحث عن الشركات البنش مارك، خلينا نقول كومبانيز بهذا الفيلد، يبحث عنهم، عن قصص نجاحهم، يبحث فعلا عن التشالنجز الحقيقية اللي هو بده يحلها، وكمان لازم يبني موك أب، يعني لازم يبدأ بMVP، ما يبني برودكت بشكل كامل ويصرف عليه كتير قبل ما أنه فعلا يبنيه بشكل أجايل، يعني انه بحيث انه هو يعمل تيست، يتعلم من السوق، يتعلم من الزبائن، وبعدين يطور بهذا المشروع تدريجيا، لانه بتبدا بفكره وبعدين من خلال التواصل مع الزبائن المستقبليين ممكن انك تتحول فعلا لبرودكت ثاني او لفاليو بروبوزيشن مختلفه تماما. اخيرا مهندس، بدنا نعرف ليش اخترت دولة الامارات لتكون منصتك الاولى اللي تبدا فيها عملك الخاص. تمام. هلا هو كان في اسباب كثيره، يعني أهمها البنية التحتية والتطور التكنولوجي طبعاً اللي موجود هون اللي بيساعدنا. طبعاً سبب كتير مهم إنه نحن كشركة بتقدم سيرفيسز، فنحن بنعتمد أكثر شيء على السكيلز والمهارات، والإمارات فيها مهارات يعني كتير متنوعة، اللي هن مثلاً في موضوع الديزاين اللي نحن بنشتغل معهم. تمام. بالإضافة كمان للكواليتي اوف لايف، يعني نحن كفاوندرز عايشين هون الحمد لله ومبسوطين كتير، وبنقدر نتفرغ لعملنا، يعني الحياة سهلة والأمور كلها تمام. أخيرا مهندس، بدنا نشكرك وبدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع The Next Mockup. أكيد.
أول شيء أنا كمان بتشكركم. Next Mockup الإيميل هو hello@nextmockup.com، ونحن موجودين كمان على LinkedIn وعلى Instagram، نعمل مثل regular posts، وأكيد يعني نحن نتطلع أنه نحكي معكم. يعني شكرا لكم. شكرا جزيلا مهندس، اتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، لك ولجميع طاقم العمل في Next Mockup. تسلم أستاذ، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.